النسرين على درب الهداية والنقاء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء تعالي يا أخية في رحابي لنصعد صوب علياء السماء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. السلام عليكم ورحمة الله. من أهم الاعتبارات التي يضعها البشر في حسبانهم عند تقييم الآخرين هو اعتبار مواصفات الشخصية، وعلى أساس ما يظهر لهم من سلوكيات أحدهم يردونها إلى نمط شخصيته. فمثلا سريع الغضب يصفونه بالشخصية الانفعالية، وقس على ذلك. وغالبا ما يجد المرء عند إدراكه لنوع شخصيته صعوبة كبيرة في تغييرها. لماذا؟ لأنه اكتسبها في سنوات الطفولة المبكرة، أي ما قبل الإدراك والرشد، وصارت جزء من تكوينه لا ينفك عنه تماما، كاللغة واللهجات وحركات الجسد وطريقة الحياة. لذلك دور الوالدين مهم جدا جدا في عدم وضع أولادهم في محك مكابدة ومجاهدة التخلص من الصفات البالغة في السوء عند شبابهم وإدراكهم، ويتفطن لذلك منذ صغرهم لكيفية صناعة الشخصية السوية التي تتوازن فيها المميزات مع العيوب. فالكمال في عالم الشخصيات غير موجود. لذلك أيها الآباء، اتعبوا أعواما قليلة وريحوا أبناءكم عمرا كاملا. عن موضوع تكوين شخصية الأطفال سنتحدث في حلقة اليوم مع ضيفة البرنامج الدائمة الدكتورة هالة سمير، المستشارة الأسرية والتربوية. حالك دكتورة؟ أهلا وسهلا، نورتينا باللون، اللون زهر الجميل. دكتورة، يعني بناء على المقدمة اللي قبل قليل سمعناها، هل فعلا إن في الطفولة اللي يظهر على الطفل من سمات الشخصية هي مؤقتة في مرحلة الطفولة ولا حتستمر معاه إلى ما لا نهاية؟ طيب. أو إلى نهاية العمر يعني. طيب، خلينا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز أقول إن دي من أهم الحلقات اللي يجب على كل أم وكل أب يبقى واخد باله كويس جدا بالكلام اللي هنقوله النهاردة. كلام بسيط لكن مهم إن أنت تفهميه، علشان بعد كده أنت هتبني عليه سواء تربويات أو غرس أو تخلية. سؤالك هل ده دائم ولا لا؟ لا، احنا بنقول من فترة، احنا بنتكلم من 3 لإيه؟ لسه مازلنا 3 لستة على لسه. امتى يبتدي نقول ان السمات الشخصية دي هتكمل معاه من 9 ل 12؟ وبعد، وانا عايز اقولك في مرحلة المراهقة بعد يعني العوامل البسيطة يعني بتاع 4-5 عوامل لما هنجلها، اللي ممكن تغير سمات الشخصية من الألف للياء، يعني 180 درجة من 0 ل 180 لو اجتمعت العوامل دي. لكن في الفترة الصغيرة دي، الطفولة، السن الصغير، يعني لسه بنتكلم في طفولة مبكرة، في السن ده هي دي ثابتة؟ لا، لكن مش ثابتة خالص. يعني لما تقولي ايه انا ابني عصبي، انا ابني عينة دي، انا ابني معرفش فيه ايه كذا، كل الكلام ده ما هنناقشه. وان شاء الله احنا معانا بتاع حوالي 10 صفات يجب الغرس في الفتره دي، وهنتكلم عليها. احنا ممكن نوقف بقى حتى الطفوله المتوسطه وناخد الصفات اللي المفروض تغرس في الفتره ديت والسلوكيات والتربويات. وناخد كل واحده ونحللها ونقول الوسائل. انا ما يهمنيش تعريف وتنظير، ما يهمناش الكلام ده يا اختي منى والله. احنا يهمنا تعملي ايه واغرس ازاي وايه السبل، ولو ما نفعش ده ايه البديل، ولو ما نفعش ده في حاجات كتيره جدا جدا. لكن لما بجي اتكلم على الفتره دي، هو يعني ايه اصلا سمات شخصيه؟ سمات شخصيه يعني مجموعه مكونات عقليه وجسديه ونفسيه بتتجمع فبتكون سلوك، والسلوك بينم عليه. فبقول مثلا طبعا بيأثر فيه بيئه محيطه وتربيه، فابتدي اقول ده السمت ده اللي مناسب للطفل او الطفل في الفتره ديت هو يتميز بالسمات الشخصيه دي. لكن تاني ثابته؟ لا، من 9 ممكن نقول، الا اذا تغيرت بعض العوامل في مرحلة المراهقة. طيب أنا محتاجة دكتورة هنا يسأل الأباء والأمهات بقى، أنا شنو فائدة زرع السمات إذا كان بيتغير؟ ممتازة جدا جدا جدا. ليه المفروض إن أنا أعرف السمات الشخصية لابني؟ عشان أقدر أساعده، عشان أشوف إيه اللي ممكن يزداد. افرض ابني عنده مثلا، ما هنتكلم عن حاجة اسمها حب التجربة مثلا، أساعده إزاي؟
ازاي ان انا انمي الصفه ديت فيه، ازاي انا انمي مثلا صفه حس المسؤوليه عنده. يعني احنا عندنا في الكبار 5 صفات لسمات الشخصيه، حاجه اسمها الانفتاحيه او الانبساطيه والانفتاحيه والعصبيه والضمير اللي هي ضميره دايما حي يعني، والانتقائيه. الحاجات دي كلها من الحاجات الاساسيه للكبار. طب للصغار لازم اعرف عشان اعرف اساعد ابني في التربيه. دي مش لاي ام على فكره، يعني انا الام اللي بتربي عشان تاكل وتكبر وتجيب ملابس وتحط في احدث المدارس بدون غرس، ما هيش فاهمه سمات شخصيه ابنها عامل ازاي ولا بنتها ازاي كذا، ده غلط. طيب لما اجي اسقط السمات الشخصيه 5 دولت على الطفل اعمل ايه؟ وركزوا معايا بقى في الكلام اللي هقوله عشان ده مهم جدا. مثلا مش هنقول مثلا ده هو عنده مثلا انفتاحية بشكل، لا هنقول عنده حب تجربة او المسؤولية. ابني عنده حس المسؤولية، ازاي بيلتزم. كانوا عاملين مثلا زي تجربة كده للاطفال، ان انا بحط الكاندي الحلويات واقول لهم انا هروح دقيقتين في المكان الفلاني ومن فضلكم ما تاكلوش، وبيبتدي يحط الكاميرا يصوره، وبعدين الاخ ده يعمل في الاخ ده، طب ناكل لا ما نعملش. في عيل لا ولا هي تمشي من هنا وياكل الكيك من هنا والحلويات من هنا، لا. وفي اخ تاني وفي طفل تاني يجي مثلا يقول لك لا ملتزم. ابني عنده حس المسؤوليه، ابني عنده او يلتزم. انت مثلا تعمل كده يلتزم بالامر، وفي عيل تاني لا مش ملتزم بالامر. طب ده عيب فيه؟ ابدا ابدا، وهقول لك ليه دلوقتي في اخر الحلقه. طيب عندي مثلا موضوع حب التجربه، اظن فتره 3 ل 6 دي مش حب التجربه، ده هم جوه التجربه ذات نفسها، يعني هم ذات نفس عايزين يكتشفوا. فاكرين لما قلنا نجيب كل المكونات الماديه اللي عندنا ونحطها كده عند ابني مثلا في صندوق؟ بلاش صندوق، بلاش اي حاجه الناس تقول فيها تكلفه. حطي المشمع واقعدي، ادي الرمل وملمسه، ادي التراب وملمسه، ويشم ويمسك الورده ويمسك ورقه الشجر ولونها وطريقتها، وادي الخشب الود، وادي الميه، وادي التلج. يوم التلج ده يوم عليه بس عملوه في الصيف. عنده حب التجربه، فاعرف انبه. دي برده من السمات الشخصيه. عندي من ضمن الحاجات الانفتاح الاجتماعي. يعني ايه؟ ابني مش كاشش وبنتي مش بتعمل كده. البنات عاده بتبقى البنات يعني كاشه شويه في امها ماسكه كده عارفين زي لكن بتيجي بعد فتره هي بتنفتح عادي لما بتيجي تعرفيها او تكلميها، ما بتخافش، ما بتحسش ان الغريب. ده زي ما قلنا ان من خصائص المرحله، من فضلكم ارجعوا الحلقتين اللي فاتوا وتابعوا خصائص المرحله، ان من خصائص المرحله شايفه اي حد غريب ده شبح وده عدو وده كذا. لا في الفتره دي لما بقول ان ابني عنده سمه من سمات اللي هو الانفتاح الاجتماعي، او ان هو يحب ان هو يتكلم، او انه مش خايف بيروح يخدم. عاده الصبيان بيخدموا ويسلموا ويضحكوا، ما عندهمش مشاعر، ممكن يسيبوا امهم يعدي ياخدوا يروحوا يمشي، هو طبيعته كده معظم الامر كده. لكن عند البنات الامر مختلف. ابني عنده الامر ده، عنده حب التواصل مع الاخرين، فانا انمي الامر ده. يعني مثلا من ضمن الوصايا اللي نوصيها للام في الفتره دي، يجي كده قول اسمك ساكت، وتقومي جايه انت ناطقه عنه الاسم غلط. اديله فرصة يعبر، ان شاء الله يقعد ربع ساعة. ده ابنك هو انت يهمك منظرك قدام الناس اصل كذا، ولا يهمك ان ابنك يتعلم المهارة ويعرف يرد ويعرف يعمل؟ ده المهم ان انت تركزي عليه مع طفلك. عندنا كمان من ضمن الحاجات حاجة اسمها العصبية. طبعا الاتنين دولت موجودين في السمات الشخصية الخاصة بالكبار والصغار، هم 5 سمات وعليها هم اعتمدوا حتى الـ يعني النموذج او التنظيم التمثيلي دوت، بحيث ان هو اقرب للتوازن في كل البشر. يعني طبعا مفيش حاجه ثابته عند اي حد خصوصا الاطفال. يعني مثلا لو بنتكلم العصبيه، ابني انفعالي، وتقول ابني عصبي عنده كام سنه؟ 3 سنين. غلط، ما توصفيش. وخلي بالكم احنا ان شاء الله هناخد باذن الله ادوات التربيه من ضمن الـ60 اداه وصم المشاعر ووصم الشخصيه، ودي من اخطر الادوات اللي ممكن الام تصف فيها ابنها بطريقه خاطئه. طيب عنده انفعاليه لها اسباب، ما هو اتعصب ليه؟ ما هو له اسباب. طيب هو لا اصلها جينات، اوكي انا موافقه معاكي والدراسه الحديثه قالت كده، وانا مطمئنه قلبيا للدراسه دي، لان فعلا في حاجات ما يبقاش الابن شاف الاب، او واخد صفات من جده مثلا وما شافوش ولا عاش معاه. يعني جت مثلا ام يعني هي تركيه بس بتتكلم اللغه الانجليزيه يعني، فجاء بتقول لي هو اصلا ما شافش جده ولا شاف كذا ولا شاف وبعدين يعني الفكره في خد الحاجات دي وكانت العيله اتجمعت والعيله جت، وازاي بقى عصب وعمل نفس الحركه اللي عملها جده برغم ان هم ده في بلد وده في بلد وما شافوش بعض. في توارث لجينات، ولكن انا موافقه على كده، يعني في دراسه حديثه قالت الكلام ده، لكن في امور ينفع انها تتغير ومنها كده موضوع اللي هو الانفعال مثلا، او ان هو كانت ما له اسبابه،
ما هنا ولو خدنا مثال، خلينا ناخد النهاردة مثال واحد لأن غرس سمات بتاع حوالي 100 حلقة، لكن خلينا ناخد مثلا العصبية. أعالج العصبية عند إيه؟ لها أسبابها، معرفة أسبابها. أول حاجة احتياج جسدي، جعان، عنده ضعف لو مش عارف يعبر عن مشاعره او احتياجه الجسدي. يجي مثلا طفل مثلا في كده ما عندوش حصيله مثلا لغويه او مش متفاعل قوي، يعني عنده اسباب نفسيه، وهنقولها ان في ثلاث امراض نفسيه صعب تغييرها، وهنبقى ناخدها في مره من المرات. منها دي الاتش دي اللي هو فرط الحركه، الاتش دي اتش دي اللي هي فرط الحركه وقله الانتباه، وعندي من اللي هي ثنائي القطب. دي حاجات بتبقى مستمره بس ينفع التعامل معاها ببعض السلوكيات اللي من الاب والام. لما اجي اقول لك مثلا اعرف اسباب العصبيه علشان ان انا امنحها، عنده احتياجات. جابوا طفل 3 سنين وهو غير قادر على التعبير، 3 سنين يعني المفروض ان انت 3 سنين بتقول جمله اربع جمل وبتقول عايز اكل اشرب ان شاء الله انبوق الحاجات العاديه بس في كلمات، ويبكي يبكي ويرفص وهي مش عارفه فيه ايه. شوفي الاحتياجات، شوفي جسمه، شوفي فيه حاجه هو مش عارف يعبر وانت مش فاهمه لغته، وده اكبر خطر انك مش فاهمه لغه طفلك. ولقوا نمله بسيطه في 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 جسمه هي اللي عماله تقرص فيه، نمله في امر مقرقه جسديا، في مش عارف يعبر، حاسس بالتنمر، حد بيقول فهو متعصب، حد خد منه حاجه، اهمال مثلا، وده برضو سبب الرابع، اهمال من الاخرين، انت مش منتبهه ليه وعدم الانتباه. فيبقى منع الاسباب هو العلاج، الانتباه الايجابي له والبص في العين، وان انا بكلمك وابص في عينك واقول لك. النقطه الثانيه من ضمن الحاجات ان انا اشوف الامور سواء النفسيه او اللغويه اللي هو مش قادر يعبر معاها واساعده على التعبير. في حاجه اسمها التنفس، كانوا عاملينها بطريقه التنفس، لسه فيديو حاصد تقريبا بتاع حوالي 17 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه، ام نزلتها لابنها ذو 6 سنوات بيعلم ابنه ذو الثلاث سنوات، اخوه اللي هو الثلاث سنوات اللي عنده 3 سنين، هو قال له بريس اتنفس اتنفس. الولد ابو الست تقول يعيط، فالتاني يقول له اتنفس ويتنفس، وبعدين يرجع يعيط تاني ويتنفس انه بيتغضب. فبتقول ابني ابو صاحب الست سنوات علم اخوه صاحب الثلاث سنوات، عمل 17 مليون في اقل من 24 ساعه، لان فعلا دي حاجه حقيقيه في كل بيت. ازاي ان انا اكتم موجة الغضب واوقف موجة العياط ونوبة العياط اللي موجودة عند ابني بمعرفة الاسباب، منع الاسباب، الانتباه الايجابي، طريقة التنفس الصحيحة، خفض الصوت، تركوا كل ما في ايدك للكلية والاتجاه لابنك بجسدك وبلغة جسدك ووجهك، وبعدين في ايه معرفة الاسباب. طيب اخطأ ومش راضي، اسم صغير مش فاهم، واجب عليا ان انا افهمه. لو انا هاخد غرس، بس ان شاء الله مش هنتطرق ليه النهارده عشان الوقت، خلينا ناخده. لو هاخد غرس هقول لك ان شاء الله ازاي ان انا اغرس السلوك مش بس الفهم. احنا عندنا حاجه اسمها التوقع الخاطئ في سن 3 سنين، ان شاء الله باذن الله بفكرني بيه الحلقه الجايه نقوله إن شاء الله. ازاي ان احنا ما نخليش ابني يروح يتوقع فكري خاطئ فيتصرف على اساس التوقع الخاطئ، ودي اداه من ادوات التربيه الجميله اللي محتاجين نتعلمها. طيب دكتورة، الغرس تكلمتي عليه هو يعني موضوع كبير، لكن الأسلوب اللي يمكن يستعملوه الأهل مثلا، أم تبي تزرع في ولدها الشجاعة والقوة والإقدام طيب والرجولة اللي هي مفقودة الآن للأسف. طيب هي بصي بقى شو الأسلوب، هل مباشر توجيه مباشر؟ طيب خليني أقولك عشان أبقى صادقة معاكي وقدام المشاهدين برضو في مصداقية في الكلام، علشان تديني ربع ساعة أتكلم فيها في غرس سلوك ده يعني ده بخس للتربية صراحة. لكن خلينا ناخد حلقات للغرس كاملة، إزاي وإيه هي الصفة العامة، وإزاي إن أنا أخد الطرق، وإزاي الأب يساعد، وإزاي البيئة المساعدة. حتى تقولك مثلا طب أنا في بيت عيلة ما بيساعدونيش، أنا بعمل كده وبروح زيارة العيلة تهدي لي الدنيا. ناخد كل المشكلة من جوانبها كلها بحيث إن أنت تبقي فاهمة، عارفة أنت الأم الناصحة إزاي أغرس، وإزاي أواجه المعوقات بتاعة الغرس، وإزاي أتابع تطورات الغرس. لكن توجيه مباشر مطلوب، وسيلة من الوسائل. توجيه غير مباشر، أفضل توجيه وأفضل غرس كده لموضوع لأي صفة، شجاعة، شهامة، صدق، أمانة، أي صفة سلوكية وتربوية، القدوة. ابني شايف نموذج، أنا ما بكلمش، يعني يقول لك أحب أتعلم لغة إنجليزية، أجي أقول إيه كوب ماء، هذا جلاس أوف ووتر مثلا، كوب ماء، سو مثلا، سوك سو، غلط. ما أقولش المفرد بالترجمة بتاعته، أقول سو سوكسو او جلاس اوف ووتر. الولد بيبقى هو شايف، هو دي التجربه، هي دي ان انا ابقى قدوه، نموذج، شايفه قدامي زي كوبايه الميه، شايفه قدامي للشجاعه،
للسلوك للرد، عشان كده دايما كنت بأثمن يعني صنعتك على عيني لله عز وجل لما ربى الرسول عليه الصلاة والسلام يتيم حبيبي عليه الصلاة والسلام، أب وأم جده يفرش له رداء والعباية بتاعته في صحن الكعبة، يقعد يسمع كلام الكبار والتحكيم عامل ازاي، يطلع ذو مخ وذو حصافه وذو ذكاء. لما كنا نقعد في بيت العيله عندنا مثلا في مصر، بيت العيله ده كان زي دلوقتي هاتس في بيت العيله، طبعا البنات ما بيبقوش فاهمين يتصرفوا ازاي، لكن تيجي الجده كل انا قاعدين جنبيها كده حكاوي، لسه بحكي ليومنا متي بقول لها بصي كان يجي عند جدتي كده الناس واحنا قاعدين فيلم، يعني في شاشه عرض حقيقيه موجوده وانت فيلم الواقع وتلفزيون الواقع، تواصل بشري بشري بدل من المشاكل وكيفيه علاجها ورد الفعل والناس تقول ايه وبعدين نعمل ايه، بقول لها كان بيت، كان عيله وبيت. يا رب الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالفهم الصحيح. بارك الله فيك دكتوره. نشرك معنا الجمهور في موضوع الحلقه اليوم ان شاء الله، يمكنكم التواصل معنا خلال الحلقه عبر الارقام التاليه بالنسبه للفايبر 0994 466 86 0494 466 56 81، أما الهاتف الثابت 0123 33 47 401، 0123 33 47 402، 0123 33 47 403. كذلك نستقبل أسئلة على البث المباشر على صفحة برنامج في رحابها. الآن نأخذ أحد الأسئلة التي وصلتنا على بريد صفحة برنامج في رحابها كما عودناكم الصفحات الماضية. سائلة تسأل تقول أنا أرملة منذ 3 سنوات وعمري 35 عام ولدي ابنان وابنة كبير وابنه الكبير عمره 12. كانت حياتي مع زوجي صعبة وكنا نسكن في بيت أهله، مرض زوجي بنزلة برد وتوفي بسببها، وبعد وفاته بدأت عائلة زوجي في الحديث عني لكل أهل القرية واتهامي بأنني سبب موتهم وما إلى ذلك، وهذا أثر في كثيرا والمشاكل لم تنتهي هنا، فقد تقدم زوج حماتي أخت زوجي لخطبتي ورفضته، ولكن زوجته بدأت تلقي علي الاتهامات وأني تسببت في مشاكل بينهما رغم أن علاقتهما كانت سيئة قبل وفاة زوجي، لم تكتفي بذلك بل اتهمتني بالفاحشة أيضا. أشعر بالخوف كثيرا من هذا الوضع وأنا غريبة عن قرية زوجي، أرجو أن تنصحيني دكتورة. يعني هم عايزين يجوزوها مين؟ لا هو تقدم لها زوج حماتها، هو تقدم لخطبتها قالت أخت زوجي، قالت أخت زوجي إيه؟ أخت زوجها يعني عمة الأولاد أخت زوجها. إيه؟ صح كده؟ إيه؟ جوزها بقى اللي متقدم. متقدم أيوه. كارثة كبيرة يعني. فهو اتهموها إن هي يعني اللي تبي تخرب البيت وهو لوحده تقدم يعني. بص أنا هقول لك على حاجة، خليني أقول لك وخصوصا في المجتمعات المصرية، يعني هي أصلا أخت الزوج عمة الأولاد في كده كده بتبقى حزازية وأهله، دي قرابة بنت درجة أولى. فانت هتاخدي جوزها يعني انت اللي هتبقي ضرتها، طب هي وضعها ايه؟ ده رقم واحد. ما انا مش بتجوز عشان انا بتجوز وانا ارمله فلازم عيالي لازم اتجوز عشان كلام الناس والكلام ده، لا انا لازم اشوف الزيجه ديت هل فيها اواصر رحم هتتفكك ولا هتعمل. طب انت قاعده في البيت اللي انت قاعده فيه مع اهل جوزك واهل اللي هو اللي توفاه الله ماشي، ولا هتبقي فين؟ يعني في اسئله كتيره جدا جدا، يعني السؤال مقتضب انا محتاجه اسالك. طيب هي موافقه يعني مثلا استحاله ام هتوافق ان بنتها جوزها يتجوز عليه على بنتها، يعني حتى لو كانت ديت عشان نلم عيال ابننا والكلام ده، يعني هم عاده في الكره او النجوع بيبقوا مثلا اخو الزوج يعني عم الاولاد، يعني يقول لك ايه اخوه وياخد كده، او في ناس تقول لك لا ازاي هتخش على فراش اخوك، يعني هي عادات وتقاليد. لكن انا بقول طبعا كل من حرم زينة الله، لا يعني مش زينة، يعني اللي بيحرم ما أحل الله، لما تحرمي ما أحل الله، لكن اللي هي الزواج التاني ده ما فيهوش حاجة، أو أنك تتزوجي وطلقي، لا أو أنك أنت تلاقي أب للأولاد يحميهم، لأن طبعا فترة محتاجين أب والكلام ده. أنا في نفسية تقبل كده وفي نفسية لا تقبل ذلك. صحيح. يعني في زوجة تقول لك أنت إزاي تقولي لي حاجة زي كده؟ لا طبعا أنا أفضل كذا وأفضل عليهم وأدخل الجنة كتفي يزاحم كتف النبي يوم القيامة. وفي زوجة تقول لك ما أقدرش أنا لازم أتزوج عيب في نفسي أو لازم أب لأولادي. فهي على حسب النفسية وكل واحدة بتختلف والتاني، لكن أنا نصيحتي ما تاخديش في أمر الزواج ده ولا فحشه ولا بتاعوا يتهموك هم اللي جايبينه، يصدقوا ما يصدقوش الله عز وجل يدافع عنك. ما تخديش في الامر ده الا لما تلاقي الاطراف، ما فيش حد هيرضى في الاول وفي الاخر، بس على الاقل ما نقطعش
رحم، خصوصا لو كانوا هم مثلا اهل حنونين، كان مثلا بيودوا الامر، لكن خوض في موضوع ان انا ابقى زوجه ثانيه ومع دور مع دره اللي هي عمه الاولاد، لا انا شايفه ان العلاقه تبقى معقده. ده جزء. وكانت لسه جالي مشكله شبيهه بالامر ده، بس للاسف تزوجت وحصلت المشاكل. النقطة الثانية اللي هم بيلوموكي عليها نقطة موضوع مات بسببك، وفي حد بيموت بسبب حد؟ يعني كلها أقدار الله عز وجل، ما تسمعيش الكلام ده، نزلت برد وتوفاه الله، ما كلها أقدار الله. وبعدين يعني هم عليهم اللي بره، يعني لا، إن زوج المرأة لمنها بمكان، الأرملة بيبقى فيه جرح شديد في القلب وحزن شديد، دليل إن العدة بتاعتها بتبقى يعني 4 أشهر و10، صعب صعب عليها فقد الزوج وفقد الزوج، يعني إن زوج المرأة لمنها بمكان. لكن ما حدش يقدر يلومك بحاجة زي كده، وما تسمعيش لكلام حد يصبطها بحاجة زي كده، بس تراجع موضوع إنها تقبل موضوع الزيجة. نعم، بارك الله فيك دكتورة. لدينا مجموعة اتصالات. هالة من تونس، السلام عليكم. اهلا يا هاله صديقه البرنامج، كيف حالك؟ ان شاء الله. امين يا رب. تفضلي هاله. نعم دوا، اني طبعا كنت مديرت لهم برنامج الاجهزه من الساعه من بعد يصلوا المغرب لحد يقدم العشاء فقط يوميا. نعم. فسمعت الدكتور قال انه تلغوهم الاجهزه بعد عمر 18 عام. نعم. فهم طلبوا ان نسال الدكتوره هاله اللي تقولها هم حين بدوا قالوا. ترقبتك يا دكتوره. سؤال تمام. معلش عندي سؤال ثاني لو تسمحوا لي شويه. عندي بنت اختي عندها زوج توامة بنات، فالاولى محترمه وتسمع في كلامها دائما، والثانية تدير في أفعال خاطئة تعرف أنها غلط. مثلاً نجيب لكم أمثلة، تنحي حوايجها بحد الأطفال، ما تتحشمش، تبزع في الأكل، يعني على ما أمها ما فيش فائدة. فمن الأم تحتاج من الدكتورة هالة شن تنصحها. تمام. شكراً لكم وبارك الله فيك. شكراً يا هالة، إن شاء الله تجيبك الدكتورة. معنا نيفان من هولندا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحباً أختي نيفان. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بك، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل. شكرا. كنت كان عندي سؤال للدكتورة هالة بخصوص ابني. نعم. عندي ابني ادم عمره 4 سنوات وشهرين. هو يعني عادي لما ولد، وكان يعني عادي ما يخاف، وكبر وما يخاف ابدا. نعم. قبل 3 شهور هيك الصبح ينزلوا تحت، انا مع عودتهم انه يجيبوا معي الفطور، فبيجيبوا كل واحد صحنه وبيرجعوا كمان على المطبخ لما يخلصوا. نعم. بيشيلوا بيرتبوا، فهو رايح على المطبخ عنا اوروبا شويه، لما يكون الصبح بالشتاء بتكون الدنيا ظلمه. نعم. فهو بياخذ الصحن الفارغ للمطبخ تبعه. فأخته خوفته بصوتها، أخته أكبر منه كمان بسنة وشهرين. نعم. خوفته بصوتها من هداك اليوم آدم بيخاف. بيخاف كثير، يعني حتى وإحنا جالسين في الصالة نقول له مثلا آدم جيب لنا من المطبخ شيء، أو خذ هذا الصحن حطه هناك، أبد ما يروح ولا يطلع من غرفة اللي أنا مو فيها. نعم. ما بيروح، ويعني حتى هو لما ولد يعني عادي بكل واحد في غرفة له خاصة. نعم. أولادي. نعم. بس لما صارت هاي الحادثة فدائما بالليل يعني أقل شيء 6 أو 7 مرات هو يفيق ويخاف ويجي عليا ماما. بيقول سبروكيا، يعني إنه في خيال، في شبح بالغرفة. نعم. واضح سؤالك نيفان، إن شاء الله تجيبك الدكتورة. شكرا لاتصالك. معنا محمد من مصراتة، السلام عليكم. أهلين، السلام عليكم، خير أختي. تفضل محمد. أهلا سربي، أهلا الشيخ على جنبك. نعم. عاشت إن شاء الله مصر أم الدنيا. إن شاء الله. تفضل بسؤالك. يا بطلع على الأطفال ولا؟ نعم. طيب والله إيش رأيكم في الطفل العشماوي اللي شد؟ نعم، لدينا نهال من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا نهال، تفضلي.
جزاكم الله خير الجزاء جميعا يا رب. اللهم امين. بحب حضرتك جدا والاستاذه هيله. ربنا يبارك فيكم. اللهم امين. عندي سؤالين. سؤالي الاول، انا طالب الطب وعايزه اطور من ذاتي بجانب النمع اللي انا يعني احافظ على دراستي وعبادتي من الفروض والنوافل. نعم. مع وجود تنظيم وقتي، يعني مع وجود اللي انا منظمه الوقت وكده. سؤالي الثاني، لما بكون مخنوقه او بقابلني شويه مشاكل وكده باجي اصلي، فبحس بشعور داخلي في قلبي كده ان انا على تواصل تام بربنا قوي، ولكن لما ببقى منعمه ووقت ما فيهوش مشاكل او كده بيختفي الشعور ده. نعم. هل السبب اللي انا ببقى في الوقت ده مزعله ربنا او ايه؟ فمش عارفه. نعم. هل ده في حاجه؟ ان شاء الله تجيبك الدكتوره يعني. هل شكرا لاتصالك. نعم. معنا ام ابراهيم من مصراته. السلام عليكم. هل انقطع الاتصال؟ انقطع الاتصال بام ابراهيم. طيب دكتورة نجيب عن الأسئلة. هالة من تونس عندها سؤالين. سؤال الأول، أطفالي مواليد 2006 و2004، الأجهزة من المغرب إلى العشاء تقريبا ساعة ونصف يعني، وسمعت الدكتور أحد المختصين يقول إن لعند 18 سنة ما يملكش هم الأطفال توا بيسمعوا كلامك اللي بتقولي، فش رأيك أنت؟ طيب وأنا خليني أقول إيه فلولا الإربيز بس. خلونا نقول اولا انا بحيي هاله ان انت ام، كل مره اديك التحيه دي عشان بعمل لك دعم نفسي بقى وتشجيع كده. الام اللي دايما بتبقى حريصه وتسال على اولادها والكلام ده، والله اخذ بالاسباب وباقي الامور من الله سبحانه وتعالى. رب الاسباب يهدهم لك ويجبرك فيهم ويجعلهم افضل الناس. اللهم امين. ويجعل يا رب دعوتنا دي خالصه ليكي من القلب. اللهم امين. سؤالك طبعا يعني انا اتمنى على الله والله حتى لما يخلصوا الجامعه، يعني انا اقول مثلا يخلصوا الجامعه ايه المشكله، لكن خلينا نتكلم في حدود الواقع اللي موجود. الواقع الموجود ايه؟ ان دلوقتي الدراسه اونلاين. الواقع الموجود ان في بعض الحاجات بتتطلبوا ان هم يتعلموا امور البحث عليها عن طريق الجوجل او عن طريق مثلا انهم يجيبوا مرجع معين ويبحثوا فيه ويعملوه بحث محتاج يتقدم. فامر طبيعي ان هم هيبقوا على الاجازه، لكن احنا بنتكلم على فتره اللعب. لو انت شفتي بديل، اسمعوا هو يا اخت هاله، لو شفتي بديل بدل الفتره، بديل ممتع، بديل ينمي فيه العقل، بديل يبقى عندهم شغف فيه، بديل هم حابين ويتعلموا مهاره جديده، خير وبركه. مفيش خلاص يعني. هي الساعه اللي ما بين المغرب والعشاء هي ساعه تقريبا، الساعه ديت اللي بيعودوها، لكن انا عندي كنترول على الحاجه اللي هم، انا عارفه هم بيتفرجوا على ايه، المحتوى اللي ممكن اعمله واشاركهم فيه هم كمان. لان انا عندي يعني، انا لسه كنت عامله يعني بتاع مسجله قريب على موضوع الالحاد في بيتنا. الالحاد مش بس كده، ان انا الالحاد وقله القيم والاخلاق. لما يجيبوا كرتون مضحك جدا عشان بس واحد، مش عايزه اقول الاسم لما اشوف المدى القانوني في ذكر اسمه، يعني ان انا واحد من ضمن الحاجات بعمل سلوك بيضحك بان انا اخدع الاخرين واسرق من الاخرين واكذب على الاخرين، ويبقى حاجه تحفه جدا جدا وسلسله كرتونيه بتاع حوالي 100 حلقه بسبب الامر ده. مين مستر مش عارفه ايه؟ عشان لا طبعا، فما فيش داعي ابدا ابدا ان احنا كده. لازم ابقى فاهمه هم بيتفرجوا على ايه، وعندي برامج اللي بتتتبع حتى لو مسحوا الهيستوري انا عارفه هم بيتفرجوا على ايه. فلو انا عندي الاولاد في جزء كبير من دراستهم زي الايام دي مثلا، السنه اللي فاتت دي على مدار السنه كلها نت وكذا، يبقى صعب ان انا اقول بيه. لكن لو انا هعمل ساعه وابقى عليا كنترول انا شايف ايه وبعمل ايه وبتناقش معاهم في اللي هم بيشوفوه، او مش مهم الساعه، انا اعرف ام عملت كده يعني في خلال السنه ديت، عملت برنامج تربوي ان شاء الله بنقول عليه من سن 7 سنين، عملت برنامج تربوي منهجي ممتاز جدا جدا لاولادها، طلعوا ما شاء الله عليهم سواء علم او تفقه او رفض الهيافه العالميه يعني اللي موجوده يعني. نعم ان شاء الله. ففي وسائل لو عندي البديل المناسب اللي بيبقى فيه شغف وحب وعطاء. بس بارك الله فيك. ام ابراهيم عادت معنا، خلينا ناخذ الاتصال. ام ابراهيم من مصراته. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا ام ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم منى والدكتوره هاله. بارك الله فيكم على المعلومات القيمه اللي تعطوا فيها. وانا حابه نسال سؤال. نعم تفضل. عندي ابني عمره ستة سنوات. نعم. هو طبعا يمتاز بنباهه ما شاء الله عليه. نعم. لكن في المدرسه سبحان الله المعلمات يعني لاحظ النباهه بتاعها، بس عندي اشكاليه شنو
إن لو يلقي مثلا أي اثنين صايرة بيناتهم مشاكل مثلا يعدي لازم يوقف. مش عارفة هل هي فيها زيادة في المشكلة ولا لا، يعني يوقف مع أحد الأطراف، أي يوقف مع الطرف إيه المظلوم. نعم فهمتي، ما يعني مش يسيب الموضوع، لازم يخش في كل المواضيع. شهامة ما شاء الله. عرفتي إيه، بس هي مرات تكون فيها مشكلة مش عارف. عرفتي إيه فهمتك. إيه هل هي يعني شنو يعني كيف الحل معها يعني؟ تمام ان شاء الله. احيانا هي مش حل، احيانا بس مجرد تقويم. ان شاء الله تجيبك الدكتوره ام ابراهيم. شكرا لاتصالك. معنا ام محمد من طرابلس. السلام عليكم. هل انت تسمعيننا ام محمد؟ معنا ام محمد من قصر بن غشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذه منى؟ اهلا يا ام محمد. هاي الدكتورة هالة سمية إن شاء الله تنزل حسنات إن شاء الله. عندك سؤال أم محمد؟ إيه عندي سؤال. إيه تفضل. أنا مطلقة طبعاً. نعم. وصاري عند بوهم. نعم. وصاري ما بيش يجوني بكم. نعم. عرفتي بدرجة إن أنا مشاكلهم من مدرسة هذه، قلت لهم أنا أمكم وفهمت من أنا أمكم ومحسوبة معناها. ما توقعتش ردة فعله هيك تكون. عرفتي قالوا لي انت مش ام لو انت سيبتين واحد هو الاب هو اللي يقول لهم في الكلام اللي زي هيك صح؟ ايه مغبيهم راسهم، ما بخلي من قايلهم عليهم. عرفتي مضغوطين وكارهين وعاقبين علي. عرفتي قالوا لي انت مش امنا واحنا معاشنا ابوك بكل وانا مربونا تعامل فينا كويس واحد. نعم. عرفتي نحس روحي متضايقة، معاش حس روحي نفسيتي متضايقة مخنوقة معاش. عرفت كيف بنزي والله ديما ندعي في صلاتي نقول يا رب يا رب لمشي لي أنا وصاري. آمين يا رب إن شاء الله تجيبك الدكتورة يا أم محمد. ما هي الدكتورة هالة تنصحني بالله لي. حاضر إن شاء الله. شكرا لك. أم محمد من طرابلس رجعت. السلام عليكم يا أم محمد. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عفوا يا أختي، يعني حابة نهنيكم على البرنامج الحلو طبعا. شكرا. بس والله شو نقول لك، يعني عندي هو واخد أحماتي طبعا بهي خطبها يعني. نعم. وبعد فترة دخل طبا. نعم. ايه مش بعد فترة فسقط الخطبة طبعا، صارت مشكلة بين العائلتين. أنا نحس كأن في خي حلو وخي قصدي كأن حلو كان العائلتين مع بعض، طور العائلتين مش مع بعض نسبة مع بعض. عندي عائلتين كأنه بيناتهم عدان وحواني طايحة بالنص. هم العائلتين ما شاء الله عليهم ثيابيني حق معاي ما شاء الله بأهلي. نعم. كيف كنت زمان نفتح بيزوجي تمشي معاي وشي معاي توها لا، فنبدي حل المشكلة هي أني مصالحهم ونرجعهم، هي الخطة توها أحماسي. تمام فهمتك. أيوان نبدي حل من الدكتورة لو أني يعني تنصحني شنو ندير. تمام إن شاء الله. أيوة. وعندي سؤال ثاني. تمام تفضلي. عندي ولدي عمره سنتين وتحسي كأنه مصمت في حد حاجة، سو كان يضرب في الصالة ما يضربوا فيه، سو لما أي حد يضربه يقعد يعيط يشبح لما في عيونه يعني فعندي ولدك يشبح مصمتين فيهم. نبي نقوي شخصيته إنه نعشي بنا ياخذ حقه وإنه ما يخافش من التصميم. نعم عمره سنتين هو. أيوة سنتين. خلاص إن شاء الله تجيبك الدكتورة. شكرا لاتصالك يا أم محمد. نجيب عن الأسئلة دكتورة ثم نعود لباقي الاتصالات. هالة أيضا سؤالها الآخر، أختها لديها اثنان ثوأم، واحد الأولى مطيعة وهادئة والثانية عنادية وتدير في مواقف يعني مثل أن هي ترمي الأكل أو تخلع ثيابها أمام الأطفال. سنها كم سنة؟ ما قلتش سن بس واضح أن هي أظن أقل من سبعة. أقل من سبعة. والله هو موضوع التوأم له كذا حاجة، هو أمر طبيعي يعني بيبقى حد هادي وحد مش هادي متولي الدنيا، حتى الإخوات يعني بيبقى في عيل كده وعيل كده يعني. لكن هو يعني يهمني يا أخت هالة، أنت إن شاء الله تتصل علينا الحلقة الجاية وتقول لنا السن قد إيه عشان نعرف، لأن طبعا كل مرحلة كده لو هو سن قبل 6 سنوات أو قبل سن 7 سنوات بيبقى التعليم بالتوقع وبال زي المحاكاة يعني، انا بعمل وبقول وهم بيعملوا مره في مره. موضوع الاكل مثلا، رمي الاكل وكده، انا بتكلم عن نعم
بتكلم عن الله سبحانه وتعالى ووريهم قد ايه ناس اللقمه بتفرق معاهم وقد ايه ناس الميه بتفرق معاهم، يعني يسجدوا ويعيطوا عشان جابوا حنفيه اتملت ميه. واحنا يعني موضوع حس النعم وشكر النعم بتبقى بتاع حوالي سلوك بياخد حوالي من شهر لثلاث شهور عشان نحس نعمه الميه، نعمه الهواء، نعمه الاكل. فتابعي معنا، تابعي معنا ان شاء الله في الحلقات الجايه في موضوع الغرس، وهناخد كل الحاجات دي، موضوع شكر النعمه وكيفيه المحافظه عليها وازاي معنى الحديث، يعني احنا بناخدها تحت مدرج حديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، احسنوا جوار نعم الله، كيف نحسن جوار نعم الله، سن كام؟ سن 3 سنين، والله بنتكلم سن 3 سنين من 3 ل 6 بنغرس الغرس ده. تابع معانا ان شاء الله في حلقات الغرس هيفيدها كتير ان شاء الله. نيفان من هولندا، ابنها ادم عمره 4 سنوات، في مره من المرات تعرض لي من صوت اختها يعني زي التخويف، هو نازل في الظلمه للمطبخ، فمن تلك المره اصبح في حاله من الذعر، وفي الليل يستيقظ اكثر من 6 مرات ولا يقعد، يعني اي غرفه ما فيهاش امه لا يبقى فيها. طيب كيف تتعامل معه؟ تمام، هو طبعا الغلط موضوع التخفيف والتخويف، واحنا عندنا ما شاء الله في مصر اساتذه في الكلام ده، ام رجلي مسلوخه ومش عارفه مين والغوريلا والحاجات اللي بتتقال دي. طبعا كل الكلام ده بيعمل فوبيا للطفل، واحنا لو تتذكروا رجع برضو الحلقتين اللي فاتوا خصائص مرحله الطفوله المبكره، ان هو دايما اصلا عنده خيالات، يعني هو اصلا عنده خيالات، والشخص الغريب عنده بيشوفه شبح، يعني اي حد غريب شايفه حد مش طبيعي بالنسبه له. ولو الاب مش متعود ان هو يكلم الجنين في بطن امه في الفتره اللي هي دي، بتبص تلاقي ذات نفسه مسمع صوت الاب يتخض، عشان كده اقول لازم الاب يتكلم في مرحله الحمل. طيب هو خاف، وبالفعل خلاص هي خوفته، بقى عنده فوبيا من دخول المطبخ او المكان دوت، مرتبط معاه الارتباط الشرطي بموضوع صوت اخته اللي خوفته. الحل ايه؟ الحل ان انا باجي مع كل مره ايه بقى، ادي احنا نورنا النور، وده احنا قلنا، وده احنا في ايه بقى اللي انت شايفه، مفيش حاجه، هي اللي عملت كده في موضوع القطه وموضوع مش عارفه ايه، القطه او الكلب مثلا، او مش عارفه يعملوا اصوات فيخافوا، مش من الصوت بس او المكان بس، لا من اللي مرتبط بيه، يعني هو عصفوره تقول لك خايفه من العصفوره، عصفوره يا بنت اللي هتخافي منها دلوقتي، يقول لك لا عشان صوتها كان مرتبط برابط شرطي قبل كده وهي صغيره مثلا بتخويف بالعصفوره او الطير او جناحه مثلا، صوت العصفوره صوت رقيق جدا تخافي من ده، حاجه طيبه، لا بس هو ارتبط بامر تخويف عام. فالحل ان انا بروح على المكان تحت السرير، لا في حاجه مستخبيه تحت، طب ننزل تحت السرير ونور النور ونشوف. وهو السنه ان انا لما باجي انام انا بقول اذكار النوم وبطيب معاهم القصه التربويه او السلوكيه او الايمانيه العقديه اللي بقولها لهم قبل النوم، والضوء الخافت والباب موارب، هو دوت الفضل. قبل 3 سنين ما انصحش ان هم يبقوا بره فراش الام او تبقى معاه، بعد كده ان انا بتعود على الحمامات، بتعود على كده، جميل يعني جميل بيبقى في السرير الصغير، لكن الغرفه المنفصله لا، في ناس تقول لك انا متعوده خلاص عودتهم خير وبركه. لكن اهم حاجه دحض الخوف ذات نفسه، التكرار في الامر مره في مره ان شاء الله 500,000 600,000,000 مره لحد هو ما يتعود، وبعد كده ما يكبر الدنيا هتكبر معاه. في جزئيه انا محتاجه انبه عليها في موضوع التخويف، ومش عايزه الامهات تترعب من حاجه زي كده، بس دي حقيقه، يعني فعلا الابن بيشوف حاجه، البيت مش متظبط مثلا، البيت فيه روح، البيت فيه حاجه، يقول لك بحد بيكلمني. وجات لنا مشكله قبل كده، البنت واقفه بتقول لها مين الولد اللي واقف هنا جنب الثلاجه، مش عارفه كذا، جت في البنت حطت وشها في عند امها وتقول لها عمه اللي واقف عند الشباك شكله وحش، عمه ماشي، عمه دوت واقف عند الشباك، ومره وتقول له وتستعيذ الام والكلام ده ومش عارفه ايه، لحد ما فعلا لقت البنت واقفه بتكلم. في حاجتين، يا اما الامر حقيقي ومحتاج رقيه شرعيه للبنت وللبيت وهقول لكم ازاي، او ان البنت مهمله او الطفل بيبقى مهمل لدرجه ان هو بيعمل صديق وهمي بيتكلم معاه وبيتحدث معاه وممكن يرسمه. لكن لو لقت الرسومات بشكل معين بشكل مش عارفه ايه حد بيجي وهي فعلا بتتكلم، لا انا بحصن البنت وبقرا وبحصن البيت، دايما صوره البقره مش بس مشغله قران والكلام ده، لا انا بقرا القران بصوتي. يعني ما تقولي طب احنا مشغلين مثلا الكمبيوتر ولا مشغلين مثلا الصب على 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 صوره البقره، لا اقرايها بصوتك وارقي بنتك وارقي كذا، وكبي ميه القران اللي هتقراي عليها تغتسلوا بيها وتشربوا منها وتطبخوا منها، تسقي بيها الزرع الباقيه مطرح الغسل. والامر الافضل من ده وده الصلاه على وقتها واذكار الصباح من المساء وحسن، لان فعلا بيبقى ساعات الاولاد بيشوفوا، بس مش عايزين ايه نخوف الامهات من حاجه زي كده. نعم بارك الله فيك دكتوره. نهال من مصر عندها سؤالين، سؤالها الاول ان هي طالبه طب وفي نفس الوقت تريد تطوير نفسها،
مع العبادات والفروض الأساسية، فكيف يكون طيب الأمر؟ يعني أنا أحييك يعني هالة على سؤالك دوت، وربنا يطرح فيك البركة يا رب. أمر طبيعي طبعا نحن ننمي نفسنا مهنيا ونفسيا وذاتيا، وتبقي طبعا على مستوى التطوير الذاتي والإداري لشخصيتك. موضوع العبادات ده ما فيهوش كده، لأن أعرف مجموعة ودايما احفظي مني المثال ده، يعني هل أعرف مجموعة كانوا في طب قالوا ان احنا يعني الكليه تاخدنا وكذا ومجال جديد، وفعلا ما بيبقوش يعني لا، وخصوصا الرابعه طالعين خمسه ولا ثانيه طالعين مش عارفه واخدين فارما، يعني الدنيا عندهم بتبقى صعبه. فاتفقوا ان هم يحفظوا 5 أجزاء في كل سنه، على نهايه 6 بشري ختموا القران، يبقى ادي 6 سنين وكل سنه وشجعوا بعض. وفعلا على السنه السادسه هم في اللي ختم قبل السنه السادسه، لكن هم على السنه السادسه كانوا ختموا. انا ماشيه في العبادات زي ما هي، قراني صلاتي حاجتي زي ما هي، والتعلم العلم الشرعي حاجه بسيطه، اعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف اقرا عن السيره، اعرف عن الاحاديث، اطور ذاتي بالمهارات اللي ممكن تنفعني. انا بعرف اتكلم، بعرف اطلع الكلمه الصح، عندي مهارات الكلام، عندي مهارات التواصل، عندي مهاره توصيل المعلومه، عندي مهاره عدم خض المريض ان انا اقول له انت عندك مرض عظام مثلا هيحصل لك كذا في كذا وكذا. فانا لازم اتعلم المهارات دي، ويبقى جانب مره ان شاء الله اخد مهاره في كل سنه مع جزء الايماني والعقدي اللي المفروض اصلا ان يبقى ده اصل في المراه. فده اجابه سؤالك موضوع ازاي اطور ذاتي. سؤال ثاني، عندما تكون متضايقه تحس بقرب من الله، وحينما يفرج الله عنها وتكون في حاله من الساعه تشعر ببعد، يعني شنو تفسير الحاله هذه؟ والله يا بنتي يعني احنا 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 يعني ندعو الله سبحانه وتعالى لقلوب العباد كلهم بالرجع، يعني الرجوع والتوبه الى الله والاوبه الدائمه، يعني لو ظللتم على ما انتم عليه لصفحتكم الملائكه في الطرقات. يعني يا رسول الله كنا معك في قلوبنا، كاننا شايفين الجنه امامنا واحنا قاعدين احنا في الاخر خلاص، وبعدين نمشي من عند النبي عليه الصلاه والسلام ينسوا ويعفسوا النساء ويلعبوا الاطفال. فقال لو زللتم على ما أنتم عليه من القلوب والله إلى صفاحتكم الملائكة في الطرقات. ليه؟ لأن شدة الخلوب، ولكن ساعة وساعة. الفكرة بقى إيه؟ الفكرة وأنا أما ببقى عندي ضيق أو هم أو مشكلة بقرب لربنا سبحانه وتعالى وبحس بالقرب فعلا، يعني أبقى بئس العبد وأبقى أستحي من نفسي كده بئس العبد بجد، إن أنا أبقى عبد يعني عندي نوع من أنواع اللي خلاص أنا في نعمة وفي نعيم، فأنسى القرب وأنسى الأنس وأنسى كده. الأمر ده صعب، يعني أنت ذات نفسك هتحس أن قلبك يعني ما يصحش، نستحي من نفسنا أمام ربنا سبحانه وتعالى. لكن معرفة الله عز وجل في الرخاء تجعل لي باب وتجعل لي زلف عند الله لما يأتي الشدة. اللهم بحق ما كان بيني وبينك في أيام الرخاء. أنا عارفة معناها إيه لما أعبد ربنا يختمنا في وقت الرخاء وقت النعم؟ أنا بحبك يا رب، أنا قريبة منك يا رب، أنا يا رب بحبك لأنك أنت تستحق العبادة، مش عشان أنا محتاجة منك، مع أن احنا محتاجين وهنفضل محتاجين، والله عز وجل يغضب على من لا يسأله، ولكن في وقت معناها أنا يا رب بحبك عشان يا رب أنت سبحانك تستحق العبادة. جميل المعنى ده. صحيح. فلما تأتي الشدة اللهم، ده بقى الحال بقى اللي يبقى بحق ما كان بيني وبينك في كذا وكذا وكذا، لك حال ومقال مع الله، أقضي ما أنت قاضي، أقضي ما أنا فيه، بأدعو الله سبحانه وتعالى بالتدريب. نعم. أم إبراهيم من مصراتة، ابنها عمره 6 سنوات وملاحظين يعني عليه النباهة حتى المدرسات والفطنة. بس لما يقع إشكالية بين 2 من الأطفال في الصف يعني ما يكتفيش بالمشاهدة، لابد ما يدخل مع الطرف المظلوم ويدافع عليه. الله. وأحيانا هذا يسبب له مشكلة يعني. لا 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 لا. فهي كيف تتعامل مع الوضع هذا؟ لا 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 لا، أنا مش عايزاكي تتعاملي مع الوضع يا أم إبراهيم، الله يصلح حالك. ابنك 6 سنوات وذكي، ودايما لما بيحصل مشكلة ما بين الظالم والمظلوم في قلب الفصل هو بيقف جنب المظلوم لما ياخد حقه. ده قائد الولد، ده قائد، مالكيش دعوة بيه، من فضلك مالكيش دعوة بيه. تابعي إن شاء الله الحلقات الجاية في غرس السلوكيات القيادية، هنتكلم عن الطفل القيادي ونتكلم عن الطفل الموهوب، وكل حلقة طلعي الحاجتين التلاتة اللي هنقوله مطبقيها على ابنك. ده قائد، ده واحد يقيم عدل، ده يبقى انا مثلا لو هنقول مثلا تنظير ان شاء الله بناخد الذكاءات، نقول مثلا دوت مجاله من دلوقتي عشان نستنى ما يكبر عشان نعمل كده ان شاء الله حلقاتنا، تعرفي عيالك من ايه من الصغر وتدفعي كده. ده يبقى قاضي، مستشار، سلك دبلوماسي، حاكم دوله. يعني لا ليه؟ لانه عنده الحس، 6 سنوات ولسه، لا عنده الحس وعنده المشاعر الانفعاليه وعنده القدره على الدفع، مكيش دعوة بيه. أبشر يا أم إبراهيم ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يكرمك فيه، اللهم آمين يا رب. ناخذ مجموعة من الاتصالات. معنا أم علي من مصراتة، السلام عليكم. مرحبا. أنا مدي نسألة، عندي جوزي هذيك معناها في الفاق السوء يعني، نعم،
هم قايلين عليه. فيجي يتصرف التصرفات بكل يعني شكل بعد يروح وضرب يعني بكل الحياة بدت يعني صعبة معاه يعني بكل يكسر ويضرب ويشتم. نعم رفاق سوها ديما كيف نتعامل معاها يعني هيك معاش لقيت حل. عمر زواجها كم سنة؟ كم لكم سنة متزوجين؟ والله دينا فترة لكن هني والله معناها ديما ندعي له وديما كل شيء لكن هني المشكلة هذه يعني ديما ننصح فيه يقول باهي ولكن بعد تالي معاش يصير معناها رفاق سوها ديما نعم. دي معناها ديما ليكم مثلا 10 سنين متزوجين يا ام علي؟ ايه ايه تمام ان شاء الله شكرا للاتصال. والصغار يعني نفسيتهم تعبت يعني معناها يسموا في الشتم ويسموا معناها في الضرب والواحد هيك معناها بكل راحه بكل اثرت عليه قرايتهم اثرت عليه كلهم نبي كيف نتعامل معاها يعني كيف. نعم تمام ان شاء الله تجيبك الدكتوره يا ام علي شكرا لاتصالك. معنا أم حوري من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك وازي دكتورة هيلة؟ أنا بحبها جدا. أحبك الله. لو سمحت أنا بس كان عندي ثلاث أسئلة بصوت يعني. السؤال الأولاني نعم. أنا زوجة تانية يعني بقالي ثلاث سنين وعندي بنوتة بس دلوقتي حالتي النفسية وحشة جدا يعني نعم. زوجي يعني وكده بيحاول يصلح زوجته الأولانية. أنا ما عنديش مشكلة بس هي شرط أنه هو انفصالي وكده وانا بحس بالذنب ان انا كنت سبب يعني ان يعني انه اولاده كمان اللي هناك بعدوا عنه او بداوا ان هم يعني ياخدوا جنب منه مش بيكلموه هو حنين جدا معاهم والله. نعم. وعندي سؤال تاني ومش عارفه اعمل ايه يعني هل ده ذنب او انا نفسيتي بتتعب من كده وبعرف اعيط كتير قوي وهو بيقول لا ده مش سؤالك الاول يا ام حور ده في عجال عشان وقت البرنامج. السؤال الثاني انا عندي بنوتي عندها سنه وعشر شهور بتزن كتير وبتعيط كتير وانا مش بقدر استحملها وبساعات بصوت في وشها فهل ينفع ان انا يعني اتعامل مع الوضع ده ازاي يعني ان انا اهديها ازاي او ان انا يعني اتعامل معها ازاي وهل ينفع ان انا اغرس جواها حاجات من دلوقتي او لسه شويه. تمام. سؤال ثالث ان هل يعني دلوقتي انا بنوتي ديت يعني هل ينفع دلوقتي معلش هو نفس السؤال برضو اعلمها حاجات ولا لسه صغيره على التعليم والقيم والحاجات اللي دكتوره هلا بتنصحنا بيها يعني وايه الافضل لسنها دلوقتي. تمام ان شاء الله تجيبك الدكتوره يا ام حور شكرا لاتصالك. معنا عبير من طرابلس. السلام عليكم عبير هل انت معنا؟ امه الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أمة الله. ازيك يا أستاذة منى؟ الحمد لله. ازيك يا أستاذة هالة؟ أنا عندي سؤال بس أنا عندي 28 سنة ونص ومتقدمني شخص عنده 40 سنة. نعم. تمام سامعيني كده؟ نعم واضح. كان خاطب مرتين وهم يعني هم اللي أنهوا الموضوع وكده هو حكالي إن هو اختلاف وجهات النظر. هو شخص عنده يعني شقة وشغل كويس بس مش ملتزم قوي يعني هو أقل مني في موضوع الالتزام ده. هو بيصلي بس بطبيعة شغله هو ساعات بيجمع صلوات يعني هو مثلا بيروح متأخر فبيجمع صلوات. بالنسبة للقرآن هو بيقرأ مثلا يوم الجمعة في رمضان مثلا بيسمع تلفزيون. فأنا كنت حابة بس يعني أنا كنت عن نفسي حابة أن حد يكون أكثر التزاما يعني بس أنا يعني أنا دلوقتي حاسة أن في اختلاف بيننا في الموضوع الالتزام ده. فالآن من فرق السن وأن هو مثلا وصل لأربعين سنة ما اتجوزش فعايزة الدكتورة تنصحني أعمل إيه يعني هل مثلا أكمل خطوبة؟ نعم. شوف هرتاح مثلا لا ولا خصوصا في البيت هم شايفين ان هو لا كويس كملي جربي. نعم واضح سؤالك ان شاء الله يا أمة الله تجيبك الدكتوره شكرا لاتصالك. نجيب باقي الاسئله. دكتوره معنا ام محمد من قصر بن غشير مطلقه والاطفال عند ابيهم والاب يعني قنع الاطفال ان امهم تخلت عنهم وان امهم امراه شريره فلما زارتهم في المدرسه يعني استغربت في رده فعلهم انها كانت رده فعل يعني حاقده على امهم. كيف تتصرف؟ والله يعني احنا الاول نوجه يعني وصيه ونداء لكل زوج طلق زوجته خلي يا جماعه طلاق راقي يعني انت حصل طلاق خلاص ليه نتحد الاب قدام الاولاد وليه نتحد الام قدام الاولاد
يعني من فجع هذا في ولدها، يعني موضوع ان انت مجرد بس ان انا افجع الاولاد فهم، هم لما يكبروا هيفهموا طبعا، لكن يصعب على الام دلوقتي يعني مجرد تقبل ان اولادها رافضينها بسبب كلام الاب يعني، او الـ 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 الكذب او الادعاءات الافتراءات اللي بيقولها عليها. اولا يا بنتي هتفضلي تحاولي طبعا ان دول اولادك، وتفضلي تحاولي وتحاولي تفهميهم وتدعي الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله عز وجل، ولو في حد يعني حد كبير ترجعي له مرجعيه وزوجك له يسمع كلام هذا الرجل مثلا او هذا الشيخ او هذا الحكيم، بحيث ان هو ان ينتهي عن هذا الفعل ويبقى في تقارب، علشان يعني ما نبقاش فجعتين، كسره الطلاق وكسره بعد الاولاد. فشوف الامر دوت وبالدعاء وبالدعاء، والايام كفيله صدقيني كفيله، وحالات كتيره جدا جدا، ولما الاولاد بيكبروا بيعرفوا الصح فين، ومش هيبقى الامر ده مستمر ان شاء الله. ان شاء الله. دكتورة لدينا مزيد من الأسئلة لكن وقت الحلقة للأسف انتهى، فإن شاء الله أم محمد من طرابلس، أم علي من صراتة، وأم حور وأمة الله من مصر، الحلقة القادمة نجيب عن أسئلتكم. هي كانت حلقة ثرية وفيها الكثير من النقاط اللي تستحق فعلا النقاش، مسرورين بك دكتورة وبكل من شاركنا النقاش سواء كان على الهاتف أو على البث المباشر. شكرا جزيلا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. والنقاء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء رحابك شعب الأنوار فجرا.